بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في ظل التغطية الإعلامية لموقع أنا السلفي لمجلس الشعب 2012، كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ عصام حسنين أحد نواب حزب النور. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عصام، دلوقتي مصر كلها بتستنى حضراتكم طبعا والبرلمان الثوري، تحب توجه حضرتك إيه للشعب المصري ككل؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، وهي هذا الفضل العظيم الذي نحياه في هذه اللحظة، والتي تعتبر فاصلة وتاريخية، والتي تبشر بالخير إن شاء الله تعالى لنا ولأهل مصر جميعا. خلصنا الله سبحانه وتعالى من الظلم والظالمين، ويبقى أن تتخلص مصر من أسر الفساد والمفسدين، وأن تحيا مصر جميعا حياة جديدة طيبة كلها عدل وخير ورفع للمعاناة. فنقول لشعبنا المصري أبشروا وأملوا خيرا إن شاء الله تعالى، وكونوا في ظهرنا لنكون صفا واحدا وقلبا واحدا لمواجهة الفساد والمفسدين والمرحلة التي نحن فيها. ونحن إن شاء الله تعالى نواب حزب النور لن نترك فرصة فيها تحقيق للعدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن شعبنا إلا وسنغتنمها، وسنكون إن شاء الله تعالى حراسا لمصر وحراسا للعدل، وكذلك جلبا للحقوق حتى وإن كانت في أي مكان. يعني أي إنسان له حق إن شاء الله سنسعى إلى الإتيان به، وإن كان في فم الأسد كما يقولون. وكذلك أيضا أقول لهم أول شيء وأول أمانة ائتمنتمونا عليها هي أمانة الحفاظ على الهوية الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية. فنحن إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء هذه الأمانة، وأن نكون عند حسن ظنكم، ولكن نقول لكم كونوا في ظهرنا وأملوا خيرا وأبشروا إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا أستاذ عصام، تشرفنا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيكم.